بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الحضور، رحب الكريم في هذه اللحظات، هذه الاستعجار انطلاقة الشوطة الأول الرئيسي لفئة البكار من مسافة 2 كيلومتر في سباق الأصائل الأسبوعي لفئات المفاريد. الاستعجار انطلاقة أول أشواطة صباح هذا اليوم من مسافة 2 كيلومتر. وانطلق بحفظ الله وسلامة الشوط الأول الرئيسي لفئة البكار المفارد من مسافة 2 كيلومتر في سباق الأصائل الأسبوعي لفئة المفارد في أول المراكز في هذه اللحظات. هذه الشاهينية للسيد جبر بن جاسم بن ربيعة الكواري في أول المراكز مع الشاهينية، أما اللي في ثاني المراكز من الجانب الايمن رقم محجوب عني، ولكن اعتقد انها شخصيه او هذه شخصيه. الحفل الكريم لسيد حمد بن صالح بن جرحب المري مع شخصيه في ثاني المراكز ثالث المراكز وصل في هذه اللحظات. هذه الشاهينيه لسيد علي المري مع شاهينيه في ثالث المراكز رابع المراكز ارى شعار بن قريع. هذه الفيصلية لسيد علي بن فاران بن قريع المري مع الفيصلية في رابع المراكز خامس المراكز في هذه اللحظات. هذه شاهينية لسيد سالم بن مقبل آل فهد المري، ولكن روح مع اللي في أول المراكز علي المري مع الشاهينية، والشاهينية لسيد علي المري في أول المراكز شخصية من الجانب الأيمن لسيد حمد بن صالح بن جرحب المري مع شخصية في ثاني المراكز ثالث المراكز. هذه الفيصلية لسيد علي بن فاران بن قريع المري في ثالث المراكز رابع المراكز. وصي الحفلة الكريمة الشاهينية لسيد جبور بن جاسم بن ربيع الكواري في رابع المراكز خامس المراكز. وصل شعار بن جبر، هذه ارتياد لسيد محمد بن جبر ابن عبد الله الهاجري، ولكن علي المري في اول المراكز مع الشاهينيه، والشاهينيه لسيد علي المري وشخصيه في ثاني المراكز. هذه شخصيه الحبل الكريم في ثاني المراكز ثالث المراكز. الفيصليه لسيد علي بن فاران ابن قريع المري، ولكن علي المري المزعج راح بالمركز الاول وبدون اوامر مع المزعج. هذه الشاهينيه لسيد علي المري، ولكن لا تامن شخصيه في ثاني المراكز. يدعو مكيه شخصية لسيد اللي في ثاني المراكز لسيد حمد بن صالح بن جرحبة ثالث المراكز. وصلت ارتياد لسيد محمد بن جبر بن عبد الله الهاجري. الفيصلية لسيد علي بن فاران بن قريح تتسلل لانتزاع المركز الثالث، ولكن الشاهينية طارت الشاهينية بالناموس، طار المزعج الصغير. هذا علي المري في اول المراكز منتزع المركز الاول ومسيطر سيطرة تامة مع الشاهينية، ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء. هذه الشاهينية وطارت أيها الحفل الكريم بالمركز الأول والكاس والشوط الأول الرئيسي مع الشاهينية لسيد علي المري ثاني المراكز. ولكن خلونا مع الشاهينية، خلونا مع علي المري، خلونا مع هذا الإزعاج، إزعاج علي المري ولكن إزعاج مقبول في عالم سباقات الهجن. هذه الشاهينية لسيد علي المري تهانينا والناموس على فوز الشاهينية بالمركز الأول ثاني المراكز. وصلت شخصية لسيد حمد بن صالح بن جرح حبل المري ثالث المراكز. وصلت في هذه اللحظات هذه معزة السيد عبد الله بن علي بن قريع المري تهانينا والناموس على هذا الفوز التوقيت الزمني لهذا الشوط. التوقيت الزمني لهذا الشوط الحل الكريم 3 دقائق 4 ثواني و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.